السليمانية بأقضيتها ونواحيها كافة شهدت اليوم انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب العراقي التي ستجري منتصف الشهر المقبل. صور 208 مرشحا من 12 كيانا سياسيا وحزبا زينت شوارع وساحات السليمانية التي كان لمواطنيها آراء وانطباعات مختلفة حول الحملة وأهميتها ومدى تمكنها من تحقيق اندفاع شعبي نحو صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين. منو الحمله اللي سوى؟ شنو هو اللي شنو اللي زين سووه؟ شنو اللي سوى زين؟ خلينا نشوف الزينيه مالتهم شنو هو. نفس الناس، نفس الوجوه، نفس الاحزاب. تاكيد ليش ما اروح اعطي صوتي اللي يسوى. بضمن الكيانات والأحزاب الاثني عشر المشاركة في الحملة الدعائية هنالك ثلاثة قوائم عراقية، منها تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر لحيدر العبادي وائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي. نحاول أن نجسد هذه اللحمة الوطنية بين الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. هذا اليوم لا يقاس بالأيام المقبلة، حتما سوف يكون هناك أيضا مشاحنات و حماوة في هذا المجال. مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية رفضت الإدلاء بأي تصريح حول مجريات الحملة في يومها الأول بدواعي كثرة الانشغال، في الوقت الذي أكد مراقبون أن الحملة الدعائية والانتخابات بشكل عام تأتي في ظل ثقة معدومة بين مواطني كردستان والقوى السياسية وبرامجها الانتخابية. هذه الحملة الانتخابية تأتي في أوقات محرجة بالنسبة لإقليم كردستان، خصوصا بعد عملية الاستفتاء التي جرت والإخفاق والفشل الذي منيت به ومحاولات الأحزاب السياسية تدارك هذا الأوضاع. مع بدء الحملة الدعائية في السليمانية، الأحزاب الكردستانية الصغيرة تكشر عن أنيابها أمام الأحزاب الكبيرة في الانتخابات النيابية العراقية. من السليمانية يوسف المندلاوي، الحرة.